التعامل مع مستر مانويل جوزيه حاجة مختلفة تماما، وأكيد في مواقف كتير حصلت ما بينك وما بين مستر مانويل، فاحكي لي كده بعضها يعني. لا مدرب كبير طبعا. يعني، دي ما حدش يختلف عليها ابدا يعني. اه يعني حاجه انا دلوقتي يعني لما دخلت في المجال، مجال التدريب وكده، لا يعني بتعلم منه بستفاد منه اه يعني، برجع بالذاكره كتير جدا جدا جدا. ام وخد بالك انا حتى في شغلي دلوقتي مش عايز اقول واخد منه حاجات كتيره، لكن اه واخد طبع شغله. ام وهو كانت من الناس المميزه جدا امير، انه بنسبه كبيره قوي بيخلي التمرين اه شبه المباراه نسخة كأنك هتلعب الماتش. يعني. هو ممكن يكون في شكل التمرين مش احسن يعني، في مدربين شاطرين جدا في راس يعني، هم يفهموا الكلام ده في راس الملعب، هو ما كانش كده. اه هو كان اهم حاجه، او من وجهه نظري من اكتر الحاجات المميزه جدا كانت مميز بيها، ان رتم التمرين هو رتم المباراه. عشان كده كنت تلاقي التمرين موت، ممكن موت تلاقي طبعا ممكن تلاقي 3 4 ومطلعين مصابين ولا في الكلام ده ما يفرقش معاه، ولا ما هو حاجه ممكن مدرب يقول لك انا ولا خايف لا على لا اللعيبه لا لا تتصفى، لا انتوا فيش يا غير. رجاله بتاع، ما فيش كام ده. انا لما برجع بالذاكره حتى وانا بتكلم معاك بفتكر شكل التمارين، ممكن يكون هم 3 4 تمارين بشكل معين، تقسيمات صغيره سمول جيم وحاجه كده، بس شوف هي عامله ازاي، شوف رتمها عامل ازاي، اكنك في المباراه بجد يعني. رتم المباراه بالظبط في التمرين ولا نسخه. مفيش اختلاف. عشان كده كنا بنبقى ناجحين جدا، وعشان كده بتلاقي كل الناس جاهزه. يمكن انا فاكر له حاجه ايوه انا بضرب بيها المثل دلوقتي اه يعني، مع احترامي الكامل لاي مدرب او لفكر مدرب، لو عندك فرقه مثلا انت هتلاعب مثلا بكره في نهائي افريقيا فرقه مميزه بالحاجات الثابته، ماشي هتعمل ايه؟ اه كله هيبقى خايف ويشتغل كور ثابته كتير ويروح مرجع الناس كلها طبعا، في ال ويقعد 18. يمرنهم وكلام من ده. هو عمل حاجه من وجهه نظري يعني ايه بقى؟ نموذج. ايه بقى؟ كنا بنلعب النجم في نهائي افريقيا 2007 تمام، وهم في البطوله دي النجم على مشوار البطوله كله كانوا مميزين جدا في الحاجات الثابته، يعني يمكن 70 80% من مباراته كسبوها في الحاجات الثابته. تمام. والمباراه الاولى كانت في تونس، وهنلعبهم يعني خلاص بقى كلنا قلنا بقى كلنا هنرجع مان تو مان في ال 18 ونمسك. عمل حاجه مختلفه تماما، بنلعب النجم في النجم في نهائي افريقيا وهم مميزين بالحاجات الثابته، عمل حاجه مختلفه ايه تماما، بقى؟ خلى ثلاثه فراوده عندنا في الحاجات الثابته اللي علينا بيقف بيهاجموا. 3 فراودة. ثلاثه فراوده يعني، الثلاثة متعب وتقريبا فلافيو وتريكا او بركات حاجة كده، خلاهم يهاجموا. يعني مثلا في كورنر علينا تمام، يروحوا هم رايحين قدام، رايحين قدام عشان يقف معاهم أربعة او خمسة، فيقلل العدد اللي هيطلع. قلل العدد اللي هيطلع وقلل الضغط اللي علينا. ما عملوش حاجة، ما عملوش واحدة ثابتة خطر صح. علينا. فده فكر طبعا يعني، ده فكر طبعا. يحترم يعني. دي كانت يعني دي حاجات انا عمل حاجة عكس اللي ممكن الناس كلها تفكر فيها. طبعا طبعا. كل حاجة وليها ظروفها، وكل مباراة ليها ظروفها، وكل وقت ليه ظروفها، لكن ده كان فكر في الوقت ده فرق معانا كتير جدا. بقول لك ما عملوش واحده خطر علينا يعني، ما لعبوش كره ثابته خطر علينا. ليه؟ لانه شال الضغط يعني، وقف ثلاثه يهاجم فراوده من عندنا مثلا في الحاجات الثابته اللي علينا، تمام. فاكيد فرقه النجم توقف اربعه او خمسه. بناء على كده فعلا ما كانش في اي خطوره خالص على مرمانا في الحاجات الثابته. فده فكر. فهو كان شاطر جدا، كان شاطر وهو كان شاطر جدا نفسيا يا امير يعني. هو نفسيا في التعامل النفسي مع التعامل اللعيبه. النفسي مع اللعيبه وكان شاطر جدا جدا يعني. وبعدين كان بيحب الجمهور جدا، كان بيكلمنا كتير جدا عن حبه للجمهور، ان الجمهور ده بيجي ويتعب ويدفع فلوس عشان التذكره، وبيجي من صح. اخر عشان يتفرج، فلازم. دي كانت من الحاجات اللي بيتكلم فيها كتير جدا جدا في بيجدد المحاضرات. الدوافع معاكم ازاي؟ ما انتوا جيل كنتوا بتاخدوا كل البطولات تقريبا، ازاي كنتوا بتقدروا تجددوا الدوافع عشان تستمروا في حصد الالقاب يعني؟ هو ما كانش عنده اساسي واحتياطي، ودي نقطه بالنسبه لي يعني نقطه كافيه، ان كل واحد فينا عايز العب، عايز اكون موجود. معلش فبيموت يعني، نفسه ايا كان بقى عدد البطولات اللي خدها او ايا يمكن كان. الموضوع ده اتذكر اكتر من مره مني ومن غيري يعني. لما تتكلم مثلا على تريكه او بركات، لما يدخل مستر مانويل بين شوطين مباراه مثلا ويدخل يقول بركات زيرو وتريكه مشهورة زيرو، قوي. عشان دي حقيقه. معلش انت بتتكلم تريكه وبركات، فلما تدخل بين الشوطين تقول ده زيرو ده زيرو، طب انا كلاعب صغير ليه؟ صح اكيد هبقى مركز جدا وهموت صح نفسي عشان ابقى احسن. فلا هو ما كانش عنده. بعدين ممكن النهارده يقعد تريكه احتياطي ولا كان عنده مشكله، ممكن يقعد بركات احتياطي ولا عنده مشكله. فكل دي دوافع، غير ان انت اساسا بطبيعه الحال انك تلعب في نادي كبير، النادي الاهلي، طبعا طبعا. تعادل المباراه زي هزيمه، ما عندكش حاجه غير الفوز، فده أكيد ده في حد ذاته دافع. احنا طبعا. كنا بنخلص البطوله تاني يوم على طول بتفكر، وده اللي بيحصل دلوقتي، بيحصل تاني يوم دلوقتي بتفكر في البطوله اللي بعدها.